ما خلق الله الخلق إلا ليعبدون. من عبد الله عرف لماذا خلق، ومن لم يعبد الله لم يعرف لماذا خلق. كلما كان الإنسان في طاعة وعبادة لله كان أقرب إلى رحمة ربه، كلما كان المرء بعيدا عن طاعة الله كان أبعد عن رحمة ربه. قال الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. معنى بعد إصلاحها جعلت الأرض مسخرة لأن تعبدوني فيها، فمن لم يعبدني فيها فقد أفسد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله رؤوف بعباده يؤتيهم بشائر. أنتم الآن ولله الحمد جم غفير، من الذي برحمته غرس في قلبك محبة أن تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي رزقك العافية حتى تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك تقف بين يديه تسمع آياته تتلى عليك؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك حتى إذا فرغت الصلاة ألقى في قلبك أن تبقى وتستمع الذكر؟ والله لا أحد غير الله. الله ولا ملزم عليه لا يصنع هذا إلا بمن يحب، ولو كان الله لا يحبك لما أوقفك بين يديه. ولا يوجد شرف في الوقوف أعظم من شرف الوقوف بين يدي الله. فملوك الدنيا حتى لو أحبوك وأعطوك مما يملكون فينقص من ملكهم بمقدار ما يعطونك، أما الله فلا ينقص شيء من ملكه إذا أعطى عباده. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمخيط لا ينقص شيئا من البحر إذا دخله. فنحن قوم نفدت خزائننا وليس لنا إلا الذي لا تنفد خزائنه.